هلو هلو ومرحبا بكم في شن يوتيوب متاعي. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيف نعملوا فيزا توريستيك للزيتازوني. باش نحضروا الوراق الكل مع بعضنا ومن بعديك باش نمشيو مع بعضنا للقنصليه ونهزكم معايا للانترفيو باش نحكي لكم على الانترفيو شنو هي الاسئله اللي يسالهم لكم لاجون غاديك وباش نقول لكم على الاسئله نتاعي انا نتاع البروميير انترفيو و دوزيام انترفيو. ان فيت سي لا ترويزيام فوا كو جو في الفيزا نتاع les États-Unis ونقول لكم على لو شنو هي الاجوبه اللي انا جاوبتهم وون با فير اون بتيت كومباريزون انتر فيزا امريكا و فيزا كندا. دونك يلا نبداو نحضروا الاوراق مع بعضنا. دونك اول حاجه نعملوها نمشيو للسيت هذه اللي باش نحطه لكم في البار دانفو ونعمرو باش ناخذوا 260. دونك اول حاجه نعملوها نختاروا البيي اللي باش نصبوا فيها الفيزا. ساعات تلقى البيي فيها باش كونسولا دونك تختاروا الكونسولا اللي قريب لكم ومن بعديك تحطوا لو كود هذاك اللي يخرج لكم تعمروه هو بالضبط ومن بعديك لازمكم تيليفيرسي اون فوتوغرافي يعني تاب التصويره نتاعك. دونك فوتوغرافي هوني يقول لكم شنو هي النوع نتاع فوتوغرافي تنجموا تشوفوا يعني اكزاكتومون شنو هي الفورما اللي طالبينو عليكم. نزيد ما بقى لكم كان باش تيليفيرسيوها. دونك كيما قاعدين تشوفوا انا توا هني صبيت التصويره نتاعي انا. دونك اون فوا صبيت التصويره يقول لك اسكو ابروفي والا لا. كان مش ابروفي ما تنجمش تعدل ليتاب اللي بعدها. هوني نعاودو نكتبو الكود الكود اللي يخرج لنا هذاك ومن بعد هكاك نجمو نكومونسيو باش نعملو 260. دونك ثبتو مليح اذا كان مانيسكول تكتبو مانيسكول اذا كان ماجيسكول تكتبو ماجيسكول. دونك هنايا vous acceptez les conditions. بعديكا تختارو question sécurité ما يبقى لكم كان تجاوبو على الاسئله الكل. هوني باش نعطيكم اكزامبل نتاع 260 نتاعي. دونك كيما تشوفوا فيه لي انفورماسيون الكل برينسيبالمون هذه الورقه اللي باش تستحقوها باش نجمو تقدموا الدوموند دو فيزا نتاعكم. ديجا في الانترفيو يطلبوا عليكم كاين الورقه هذيا والورقه ورقه اللي شنو هي طعم في حياتك ولا حاجه كيما هكا. انا طلبوا عليا بيرمي دو ترافاي. دونك اون فوا عمرت الورقه هذيا لازمك تمشي للسيت هذايا. هذايا السيت الثاني اللي باش نجمو تاخذوا فيه رونديفو وهنا فوزالي افكتويي لو بايمون. دونك اون كري ان كونت تخلقوا ان كونت من بعد تجاوبوا على الاسئله الكل تقول شنو هي انت ستاتيو نتاعك وكل وفاش تعمل لو سيت يعني كل بلاد والسيت نتاعها. دونك انا باش نحط لكم نتاع كندا انتوما ماذا بكم تشوفوا السيت نتاع امريكا نتاع البلاد اللي انتوما فيها. دونك فيكو انا ديجا عندي كونت باش نعمل اون نوفيل دوموند نكليك على نوفو جروب و جو كري اون نوفيل دوموند وقتها باش نستعمل النيميرو دو دي اس 160 نتاعي. السيت هذا il est vraiment important. pourquoi على خاطر باش تبدا فيه لا دات دو دات دو لونترفيو نتاعكم فيه aussi la date de livraison ou plutôt وين باش تعملوا ليفريزون نتاع الباسبور نتاعكم كي باش يرجعوه لكم وفيه كل شيء و pouvez modifier en plus. توا ما بقالنا كان نمشيو للانترفيو مع بعضنا. توا اوراقي حاضرين وكل شيء باش نهز رواحنا ونمشيو القنصلة نتاع امريكا وغاديكا نورمال باش نعديو انترفيو ومن بعد كهاو نعطيهم باسبور ويبعثوه. بغيف تونا نقول لكم كل شيء شنو هي اللي صار. هاي نهزكم معايا. انا كنت عندي فيزا امريكا وكي ضاع لي باسبور دونك ضاعت لي فيزا. كندا نجم جوست تعاود تجدد الفيزا نتاعك القديمه. باغ كونتخ امريكا لازمك تعاود تصب دوموند من الاول جديد. دونك خديت رونديفو من ماي ورونديفو تاعي توا في افريل. دونك شوفوا قداش حابلو حتى توا شفت اذا كنت حاب تاخو رونديفو توا باش يعطيهولك في جوان 2023. دونك طون داتونت كبير برشا كسوا في تونس والا هني راه حتى في تونس وقتها ظهر لي سالت قالت لي 5 موا. دونك اللي حاب يعمل فيزا يصب الرونديفو نتاعو توا ومن بعد كي يحضر الرونديفو نتاعو هكا يمشي وجاو امريكا.
انا خلصنا خلينا نعمل. ما عنديش حق ندخل بالتليفون، ما عندي حق حتى شيء، حضرت اوراقي الكل، حضرت اوراقي وكهو باش ندخل. وما غير فما ليني حاسين نتاع لي امريكا وليني نتاع دي كيفيين اللي طالبين فيزا. الكونسولا غاديكا وانا خليت الريستورون هذا دابشي خاطر ما عندكش الحق تدخل بالاورديناتور. دونك الكونسولا بعثت لي ايميل قالت لي راهو الباسبور نتاعك حاضر في الادريس اللي انا حبيت فيني ريفلوها لي، وهاني خذيته. وكيما قاعدين نشوف الباسبور خذيت 10 سنين. فالونتروفي شنو هي الاسئله اللي جاوني؟ اول سؤال يقول لك وات دو يو دو فور فور ليفينغ، يعني شنو هي تعمل في حياتك؟ دونك انا جاوبته قلت له شنو هي الخدمه اللي نخدمها هنايا، قلت له راني عندي ورك بيرمي هوني. ومن بعد يسالك يقول لك شنو هي علاش تحب تمشي لامريكا. دونك المره هذه قلت له راني نحب نمشي الفيرست ستاربكس ان ذا وورلد اللي هي موجوده في سياتول، والراجل عرف اللي هي موجوده في سياتول قال لي اوكي اند وات اذر، وقام يضحك عليا. دونك قلت له راني جوست راهي ساعتين باش نمشي نعمل قهوه ونروح، واني على اسكو جافي لا فامي في امريكا والا لا. جاوبته قلت له راني عندي لا فامي، قال لي تحب تمشي تشوفهم والا لا. قلت له اي دونت نو تو ديبون اسكو عندي وقت والا لا، هذاك شنو اللي قلت له. وشني اخر وقلت له زيدا راني نحب ناخذ فيزا بور اتر ليبر. اش معناتها اتر ليبر؟ قلت له راني نحب يعني كي نجيب باش نسافر لبلاصه كو سوا مكسيك والا اي بلاصه، وعندي اسكال في امريكا دوك نجم نمشي نسافر اون توت ليبرتي. دوك قام يضحك وما سالنيش علاش. قلت له راني نحب نمشي لستاربكس. اون فيت قلت له نحب نمشي لستاربكس على خاطر باش ما يقوليش اوكي اعطيني ريزرفاسيون تاع اوتيل والا ريزرفاسيون تاع بيي دافيون وكل حكايه الخرم هذاك الكل، وانا جافي فريمون با اونفي دو فير توت سي باباس. دونك ستاربكس جوست نهير ونعاود نرجع وكها. وقبل كي سالني وقتها نتذكر وقتها جو مسي استيني افيك لوي، قعدتك اللي هو يقول لي شكون هذا وشكون هذا، قاعد يسال فيا على خالي اسمه سليم بن شعبي، وهو يعمل لي هو از سليم بن، نعمل له نو هيز نيم از سليم ذاتس ات اند فيرست نيم از بن شعبان. حسيت انه قعدت نغنغ عليه على الحكايه هذيك، واون ميم تون قلت له راني ما نعرفش نحكي اونجلي. دونك ميم سي ما تعرفوش تحكي اونجلي هو باش يسالكم الاسئله بالانجلي وكل، مي اي سون كومبريهنسيبل. في اخر الاسئله اللي اني كها دونك قلت له راهو فيزا نتاعي ضاعت وراهي فيزا نتاعي اللي ضايعه اللي اونكور فاليد. دونك قال لي اوكي وشاف كل شيء على الاورديناتور. ان فيت لا ديفيرونس انتر كي دير لك فيزا كنديان بارابور دير لك فيزا امريكان. كي دير لك فيزا كنديان جوست تعاود تو ابليك تقول لهم راهو ضاع لي ان دوكيمون ديميغراسيون و تو باي دي فري دو 30 دولار و توري لا بروف اللي هو الدوكيمون ضاع لك وكل، خاطر تعمل رابور دو بوليس كي يدير لك ان دوكيمون ديدونتيتي. ومن بعد يعاودوا يعطيوك فيزا جديده. باغ كونتر امريكا لي لي ايتازوني باش تاخذ فيزا اخرى ولا تعوض الفيزا اللي ضاعت لك لازمك تو غوفي تو لو بروسيسوس. دونك تعاود لو بروسيسوس دو ا ا زد وتعاود تو ابليك على فيزا جديده. الحاجات الاخرين شنو ان فيت في لونتروفي الكونسي اللي نجم نعطيه لكم اللي اذا كان هو يرى اللي انت لانتونسيون تاعك ماهوش انك باش تحرق غاديك ولا لانتونسيون تاعك جوست دو فواياجي و تو انجوي يور لايف و دونك يعطيك الفيزا خاطر هما جوست يخافوا من العبيد اللي تمشي غاديك وتحرق. دونك انت كي توريه اللي انت عبد تحب تسافر عبد عامل جو في حياتك وكل شيء باش يعطيه لك اوتوماتيكمون من غير ما يكسر لك راسك. دونك كيما ريتو انا عطاوها لي فيري كويكلي في ساعة خذيت الفيزا وما كسروا ليش راسي ياسر. وشني اخر فما حاجة امبورتون زيدا، جي ان امي اللي الى ايتي رفوزي كي قدم فيزا متاع امريكا. وقتها سيتي نوتر بروميير اني انا وياه زوز قدمنا فيزا لامريكا، هو الى ايتي رفوزي وانا جي ايتي اكسبتي. جو سي با بوركوا انا اي وهو لي، ما انا وقتها قبل عندي فيزا امريكا خذيتها 5 سنين وجيتي مينور دونك ما عملتش لا انترفيو لا حتى شيء. الفيزا جاتني طول الدار. باغ كونتر هو سيتي سا بروميير ابليكاسيون للفيزا.
رفضوها علاش؟ رفضوه قالوا له انت مازلت كي حطيت ساقيك في كندا وتحب تعمل فيزا امريكا، شكون قال لنا اللي انت ماكش ما تحبش تحرق غاديك؟ والحاجه اخرى اللي هو طلبوا عليه لي غولفي بانكير الوغ كو الدوكيمون هذايا ما يطلبوهش، وانا كي مشيت لهم غاديك مشيت حاصله بك دي اس 160 نمرو باسبور غلط، كل اسمي ولقبي محطوطين بصحيح، الباقي كله غلط، الكل لي كوردوني نتاعي الكل غلطين، ومام با ما هزيتش معايا الورقه اللي هي البروف اللي انا عندي رونديفو في الدات هذيك. دونك قال لي فين الورقه فين الورقه، قلت له ما نعرفش ما جبتيش معايا، جبت كان دي 160، لا جبت تصويره ما جبت حتى شيء، حاسين مشيت هكاك يا اخي، عداوني اوغوزمون وما كسروليش راسي. دونك سا ديبون انت وشكون على شكون تطيح، وساعات هكا تتحلك في وجهك كيما ساعات مالوغوزمون تتكلك في وجهك، مي سي با غاف، خاطر صاحبي مون امي هذاك عاود عمل دوموند اخرى نتاع قعد حاسيلو عام ولا عامين، ومن بعد عاود عمل دوموند نتاع فيزا امريكا وخذاها ولتوا الي فاليد. دونك الاكثريه امريكا تعطيك فيزا نتاع 10 سنين، انا العام الاولاني المره الاولانيه وقتها كنت مينور ودارنا هما اللي صابوا لي فيزا خذيتها 5 سنين، وكما قلت لكم عمري ما استعملتها. المره الثانيه صبيتها وانا في كندا، المره الاولى ديك في تونس، المره الثانيه كي صبيتها وانا في كندا عطيوني فيزا نتاع 10 سنين، والمره هذه كيف عطيوني فيزا نتاع 10 سنين. دونك كان عندك دو لا فامي بروش، يعني سوا خويتك سوا خالتك خالك حكيت كيما هكاك، انت تحطهم في الدي 60 تقول راهو عندك عائلتك غاديك وتنجم تمشي بحذاهم، تقول راني انا باش نمشي بحذاهم. المره الاولى انا حطيت اللي انا باش نمشي بحذا خالي وحطيت لادريس نتاعو وكل شيء ولازمك تعطي لي كوردوني نتاعو. المره هذه ما حبيتش كسر راسي، قلت اوكي ستاربكس قريبه نحب نمشي لستاربكس وكها. دك هذه الخلاصه نتاع فيزا امريكيا، ماهيش حاجه صعيبه، جوست نتوما قدوها وكها. لا لا نتاعي نقص دونك سهله على الاخر ابليكيو، واذا كان تتفرجوا في الفيديو هذايا ننصحكم خذوا رونديفو من توا على خاطر لو طون داتونت الي انورم. دونك كو سوسوا في تونس هنايا في كندا ولا ويريفر باش تاخذ رونديفو يحبلك برسك ان ان، وحسب ما شفت في مونريال توا ما فهميش دي رونديفو. دونك ننصحكم خذوا رونديفو لو بلو تو بوسيبل، وهاكا من بعد عندك عام كامل باش تقد فيه اوراقك. ما فهميش برشا اوراق، ما يطلبوش برشا اوراق، يطلبوا كان دي اس 160 لا بروف نتاعك شنو انت في كندا، اذا كنت تعمل لابليكاسيون نتاعك في كندا. في تونس ما نعرفش سا بو يطلبوا عليك اوراق اخرين، ويطلبوا عليك تصويره. المره هذه كي مشيت لهم كونسيرنون تصويره، المره هذه كي مشيت هزيت تصويره الفورما غلط كومبليتوم، مي اوروزمون فيك انا نعاود في الفيزا اللي هي ديجا موجوده، دوك ما قالوا لي حتى شيء وعديوها تصويره. مي تصويره فورم تاعها غلطه على الاخر. دوك كي تمشيو غادي كجست كونوا عندكم ضحكه ووريو لي نتوما جوغ جست تحبوا تسافروا وكهاو، ولي نتوما ما عندكمش في مخكم الحرقه، وذيا في اي قنصليه يعني بالرسمي في اي كونسولا كي باش تقدم دوموند دو فيزا، الحاجه لا بلوز امبورطونت اللي هو لاجون ايرا اللي انتي جست تحب تسافر وتحب تحوس، واذا كان باش تقرا اللي انتي تي سيريو وتحب تقرا. كندا ما يعملوش انترفيو وامريكا يعملوا انترفيو، سا سي لا ديفيرونس انتر فيزا توريستيك امريكا وفيزا توريستيك كندا. دونك جيسبر فيديو هذا يعاونتكم مليح، وان شاء الله تابليكيو على الفيزا وتاخذوها وتسافروا. باي.